مع الاتحاد الأوروبي رح نبدأ المشوار. لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل ثلاثة وخميس الساعة 6 المساء مع السلام سلامة. أوروبا في فلسطين. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي في البلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا وشاركونا في برنامج أوروبا في فلسطين. يسعد مساكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. هذا البرنامج برعاية الاتحاد الأوروبي. سأكون معكم في الإعداد والتقديم سلام سلامة، وفي الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل بهاء أبو عواد. وسنكون معكم أيضا على أثير إذاعات بيت لحم 2000 وإزيس من بيت لحم، ألوان والمنار من غزة الرابعة، وسراج من الخليل، مزاج ورايا وشباب أف أم من رام الله، مدى من أريحة، الغد من بدية، طريق المحبة وحياة من نابلس، جفرة من طول كرم، ناس وزين من جنين. أوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. ونبدأ قسم حلقتنا الأول لهذا اليوم في تقرير مفصل حول دعم وتمويل الاتحاد الأوروبي لمؤسسة دان تشيرش ايد في مشروع حق المرأة في الميراث، الساعي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز في الملكية في فلسطين. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة هلا الزهيري. من أهم شرائح المجتمع الفلسطيني الذي قام هذا المشروع بدعمها هي النساء من الفئات المهمشة التي تعاني تمييزا كبيرا في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية. ويبدأ هذا التهميش مبكرا مما يبقي النساء الفلسطينيات خارج المجال السياسي الاقتصادي ويحصرهن في المجال المنزلي. ويطال هذا التهميش الحقوق الأساسية للنساء ومنها حقوقهن الشرعية والقانونية بالميراث والملكية. ومن هنا جاءت فكرة المشروع الذي سعى إلى ترويج لحقوق النساء بالملكية في فلسطين من خلال 4 مستويات، كان أهمها المناصرة والتأييد للمرأة وتوعيتها بحقها في الميراث، حيث عمل المشروع على 21 حملة مناصرة وتأييد بالتعاون مع 21 مؤسسة قاعدية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا وتناولت هذه الحملات قضايا مختلفة متعلقة بالميراث كرسوم المحاكم، طول إجراءات التقاضي، ودمج هذا الحق بالمناهج المدرسية. وقد عمل المشروع من خلال 3 محامين لتزويد النساء بالاستشارات القانونية التي تساعدهن في الحصول على حقوقهن بالملكية. يذكر أن دان تشيرش ايد تعمل في فلسطين في مجال توزيع المساعدات الإنسانية للاجئين منذ عام 48، وتحديدا في المشاريع التنموية وحقوق المرأة. ومع استمرار توسع الاستيطان أصبح من الصعب إنجاز عملية تنمية حقيقية في المناطق الفلسطينية، مما يترتب عليه الحاجة لأن تقوم دان تشيرش ايد والمؤسسات الشبيهة لها بمشاريع تساهم في التخفيف عن معاناة المواطنين. والمشروع الحالي الذي تقوم به المؤسسة هو بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي. ورجعنا لكم مستمعين الكرام، والآن بننتقل لفقرة الأسئلة، وهذا البرنامج برعاية الاتحاد الأوروبي. والاتصال على الأرقام التالية 02-242-1222 أو 3. ومساء الخير. مساء الخير. يا هلا، مساء الورد، مين معنا؟ نضال معك من نابلس. نضال، بدي أسألك، من هو النجم السينمائي الأمريكي الذي ولد في النمسا ويمثل في السينما الأمريكية؟ في سيلفستر ستالوني، في براد بيت، أو في أرنولد شوارزنيجر؟ ولد في إيه؟ ولد في النمسا. أها. سيلفستر ستالوني، براد بيت، أو أرنولد شوارزنيجر؟
شاكك بالاختيار الثالث بس مش متأكد يعني. الثالث أرنولد شوازنيجر. خليك معنا يا نضال لنهاية الحلقة وبنشوف الإجابة. كمان اتصال. مساء الخير. ألو. راح الاتصال. معنا كمان اتصال. مساء الخير. مساء الخير. ممكن أشارك؟ يا هلا. ممكن تشاركي؟ مين معنا؟ معك دلع. دلع؟ قد ايه عمرك يا دلع؟ 11. طيب دلع بدي أسألك لندن، تعرفيها لندن؟ هي أكبر عاصمة أوروبية ولا ثاني أكبر عاصمة أوروبية ولا ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ ثاني. ثاني. الثاني؟ متأكدة يعني؟ في احتمالات تانية. طيب تعطيني اياها. أكبر عاصمة أوروبية ولا تاني أكبر عاصمة أوروبية ولا ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ الأولى. الأولى أكبر عاصمة أوروبية. خليكي معنا يا دلع على آخر الحلقة. كمان اتصال. مساء الخير. هلا مساء النور. يا هلا مساء الورد. الله يعافيك يا رب. معك رشا جبرين. رشا. رشا بدي أسألك يا رشا، برنامجنا برعاية مين يا رشا؟ الاتحاد الأوروبي. وبدي أسألك كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ في 490، في 732، في 750، وفي 785. أربع خيارات. تساعدني شوي. طيب 489، 732، 750 ولا 785؟ 785. وخليكي معنا يا رشا. كمان اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا هلا مساء الورد. مين معنا؟ معك طالب يامين من نابلس. طالب من نابلس. مساء الخير لكل أهلنا في نابلس. وطالب بدي أسألك كم عدد اللجان الفرعية في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ هلا في عام تقررت عام 2011، هي في معك خيار 6 لجان، في 8 لجان، و10 لجان، و11 لجنة. 8 لجان. خليك معنا يا طالب لآخر الحلقة. كمان اتصال. ومساء الخير. أهلا سنج. يا هلا مساء الورد. مين معنا؟ ياسمين. برنامجنا برعاية مين يا ياسمين؟ الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. وبدي أسألك كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ في 489، 732، 750 ولا 785؟ ممكن تعيد الخيارات؟ 489، 732، 750 ولا 785؟ واضح الجواب. 732. طيب خليكي معنا ياسمين لآخر الحلقة. كمان اتصال. ومساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا. مين معنا؟ عفوا. الاسم سوسن غريب. سوسن. بدي أسألك يا سوسن، من هو النجم السينمائي الأمريكي الذي ولد في النمسا؟ في سيلفستر ستالوني، براد بيت، أو أرنولد شوارزنيجر؟ ساعدني فيهم. طب يعني في أسماء سهلة يعني سيلفستر ستالوني وبراد بيت وفي أرنولد شوارزنيجر. الأول سيلفستر سالوني. طيب خليكي معنا أساسا لآخر الحلقة. منروح الآن مستمعينا الكرام لمقابلة الطرف المنفذ لمشروع دان تشيرتش إيد، وابقوا معنا. بداية أستاذ ريم، منسقة مشروع حق المرأة في الميراث عبر مؤسسة دان تشيرتش إيد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، هل لك أن تحدثينا عن تجربة مؤسسة دان تشيرتش إيد والاتحاد الأوروبي بشكل عام؟ التجربة الفعلية كانت طبعا عن طريق بداية البروبوزل اللي انكتب وتقدم للاتحاد الأوروبي عبر دان تشيرتش إيد. أخذنا الموافقة على تنفيذ البروبوزل. البروبوزل يحتوي على الهدف الأساسي وهو توعية وتعزيز وصول النساء حول حقهن في الميراث وحول الحصول على حقهن في الملكية عن طريق التوعية وعن طريق المحاكم. نعم. إجراءات الاتحاد الأوروبي كثير كانت صحيح مناسبة معنا، إجراءات واضحة وفليكسبل في نفس الوقت. المؤسسة المساعدة الكنسية طبعا كانت الشريك الأساسي والمباشر لنا،
وكان برضو إن لهم مكتب كمان في غزة، فكان المتابعة كانت بطريقة مباشرة مباشرة وابديتنج. الحمد لله ما كانش فيه كتير من المشاكل. البروبوزل حقق أهدافه بالعكس، بل زاد عن أهدافه. كان هدف المشروع التوعية بصفة مباشرة، ولكن النتائج اللي أذهلتنا إن هو أعداد كبيرة من النساء في غزة قامت بمطالبة حقها عن طريق المحاكم، وهذا الأمر اللي إحنا كان كتير يعني انبسطنا فيه وفاجئنا فيه بنفس الوقت. واكتشفنا إنه السبب الرئيسي لعدم حصول النساء على ميراثهن مش خوف المرأة ولا الجهل. نعم. هذول نعم. النساء كانوا جاهلات بحقهم. سيدة ريم، ما هي أهم المشروعات التي قمتم برعايتها خلال فترة عملكم على هذا البرنامج؟ التوعية المباشرة مع النساء كانت هي الجزء الأروع. المشروع استهدف أعداد كبيرة من النساء عن طريق ورش عمل وعن طريق ورشات توعية عن طريق المحاميات. المشروع دخلنا كل بيت. احنا بعد الورشات نحكى انه هذا الجزء الاول كبير الورشات، نحكى انه موضوع الميراث اصبح هو الموضوع الاول في الاسره الفلسطينيه في قطاع غزه خلال 3 سنوات، لانه دخلنا عليه بشكل مكثف وفي نفس الوقت موضوع لم يلمسه احد من قبلنا. اذا كنت معنا المنسقه المنفذه لمشروع دان تشيرش ايد بالشراكه ما بين قطاع غزه والضفه الغربيه الاخت ريم النيرب. شكرا جزيلا لك يا اخت ريم. شكرا، اهلين. ورجعنا مستمعينا الكرام لفقرة الأسئلة، وهذا البرنامج برعاية الاتحاد الأوروبي أوروبا في فلسطين، ومعنا اتصال. مساء الخير. كمان اتصال بناخذ غيره. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. مين معنا؟ معك إيمان. إيمان، إيمان برنامجنا برعاية مين يا إيمان؟ برعاية الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. وبدي أسألك يا إيمان، لندن هي أكبر عاصمة أوروبية أو ثاني أكبر عاصمة أوروبية أو ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ ساعدنا شوي. طيب، أكبر عاصمة أوروبية ولا ثاني أكبر ولا ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ أكبر عاصمة. أكبر عاصمة. خليكي معنا يا إيمان لنهاية البرنامج. أوروبا وفلسطين علاقة بدأت من واقع وجوار، وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. وكمان اتصال. مساء الخير. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ معك رانيا. رانيا، رانيا من وين يا رانيا؟ من نابلس. من نابلس. مساء الخير لأهلنا في نابلس. ورانيا، بدي أسألك كم عدد اللجان الفرعية في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير اللي تقرر إعدادها في عام 2011؟ في معك 6 لجان أو 8 لجان أو 10 لجان أو 11 لجنة؟ 6 لجان أو 8 أو 10 أو 11؟ 6 لجان. وخليكي معنا يا رانيا لنهاية الحلقة. كمان اتصال. مساء الخير. ألو. ألو، يا هلا. مين معنا؟ غدي. غدي، 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 بدي أسألك برنامجنا برعاية مين يا غدي؟ هو برعاية الاتحاد الأوروبي. طيب غدي، بدي أسألك كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ في 489، في 732، 750، 785. 785. طيب خليكي معنا يا غدي لآخر الحلقة وبنشوف إجابتك إذا صح ولا لا. كمان اتصال. مساء الخير. أنا مساء النور. مساء الورد، يا هلا. مين معنا؟ معك سارة. كيف حالك؟ سارة، أنا تمام منيح يا سارة. سارة، بدي أسألك من هو النجم السينمائي الأمريكي الذي ولد في النمسا؟ سيلفستر. سؤال، هذا سؤال سهل، أصبري عليه شوي بس. سيلفستر ستالوني، براد بيت، أو أرنولد شوارزنيجر؟ أنا أصعب اسم فيهم؟ الثالث. الثالث. وخليكي معنا يا سارة لآخر الحلقة. كمان اتصال. مساء الخير. ألو، مرحبا. يا هلا.
هيثم من نابلس. هيثم، هيثم بدي أسألك يا هيثم، لندن هي أكبر عاصمة أوروبية أو ثاني أكبر عاصمة أوروبية أو ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ أكبر. أكبر عاصمة أوروبية، وخليك معنا يا هيثم لآخر الحلقة. معنا كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. يا هلا، مين معنا؟ فهد معنا. فهد؟ مرحبا. فهد، برنامجنا برعاية مين يا فهد؟ رعاية الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي. وفهد بدي أسألك، كم عدد اللجان الفرعية في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ في عندك 6 لجان، في 8 وفي 10 وفي 11. 6. طيب خليك معنا يا فهد لآخر الحلقة وبنشوف إذا الإجابة صح ولا لا. كمان اتصال ومساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ جبارين. كيف؟ أروى جبارين. أروى، أروى بدي أسألك يا أروى، كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ في 489، 732، 750 أو 785 عضو؟ 785. خليكي معنا يا أروى لآخر الحلقة. كمان اتصال. أنا مش الخير. يسعد مساكي يا رب. مين معنا؟ معك سحر. سحر، سحر من وين يا سحر؟ من طول كرم. ومساء الخير لأهلنا في طول كرم. وسحر بدي أسألك، من هو النجم السينمائي الأمريكي الذي ولد في النمسا؟ هو على فكرة هلأ محافظ لولاية كاليفورنيا في أمريكا. في معك سيلفستر ستالوني، في براد بيت أو أرنولد شوارزنيجر؟ الثالثة. طيب يا سحر، وخليكي معنا لآخر الحلقة وبنشوف إذا اللي جابس. كمان اتصال. مساء الخير. الو. الو مرحبا. يا هلا، مين معنا؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. دعاء. دعاء من وين يا دعاء؟ الو. من وين يا دعاء؟ من الخليل. من الخليل، يا هلا فيكي وباهلنا بالخليل. ودعاء بدي اسالك، لندن هي اكبر عاصمه اوروبيه او ثاني اكبر او ثالث اكبر عاصمه اوروبيه؟ اكبر عاصمه. اكبر عاصمه، خليكي معنا يا دعاء. كمان اتصال. مساء الخير. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ هناء. هناء، بدي أعرف أعضاء البرلمان. أعضاء البرلمان، طيب كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ 785. وشكرا لجوجل. أوروبا وفلسطين. علاقة بدأت من واقع وجوار، امتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. ننتقل الآن مستمعينا الكرام مع القسم الثالث من برنامجنا، وهو لقاء خاص مع الأطراف المستفيدة من المشروع. الآن في قصة نجاح تنضم إلينا السيدة سلوى عبد القادر، إحدى المستفيدات من مشروع دان تشيرشيد لتوعية المرأة للحصول على حقها في الميراث. أهلا وسهلا بك سيدة سلوى. بداية نود أن نسألك، ما هو الإنجاز الذي قمت به من خلال هذا المشروع، وما هي الفائدة التي عادت عليك من هذا المشروع؟ بالنسبة للإنجاز على الصعيد الشخصي، الحمد لله استطعت أن أحصل على حقي بالميراث بدون أي مشاكل مع إخوتي، بالعكس يعني هم تقبلوا الموضوع، فالحمد لله استطعت أن أحكي مع إخوتي فهم الحمد تقبلوا الموضوع هذا. أقنعتهم من خلال الورفات اللي حضرتها إنه إذا كان أنا سكرت عن حقي بالميراث أنا لا أسام، وكذلك هم يؤسموا لهم أعطونيش، بالتالي هم ساعدوني على حصول حق الميراث. كذلك بشكر جميع القائمين على مشروع حق المرأة بالميراث لأنهم فعلا أعطونا وعي وقوة وجرأة. نعم، وشو هي الرسالة اللي بتوجهها لباقي النساء اللي ما استفادوا لحد اللحظة من هذا المشروع؟ بوجه رسالة لجميع السيدات يكونوا وعيات لحقهم بالميراث، لأن هذا حقهم الحق الشرعي لازم يطالبوا فيه بقوة وجرأة ووعي، لأنه هذا حقهم لازم بد يكون يخطوبوا بدون خجل، لا للخجل بعد اليوم، لا للخوف بعد اليوم، لأنه هذا حق شرعي لهم. وكذلك يعني في محاميات موجودات في مركز شؤون المرأة جاهزين يدافعوا عن حقوقهم مجانا.
إذا كانت معنا السيدة سلوى عبد القادر إحدى المستفيدات من هذا المشروع، شكرا جزيلا على إفادتك وعلى وقتك. ونتحدث الآن مع السيدة أمل محمد وهي المستفيدة الثانية من هذا المشروع، ولنتحدث أكثر عن تجربتك سيدة أمل مع مؤسسة دان تشيرش إيد. والله كان في يعني إلي طلب مع الأهل اللي هو قصة ميراث، بعدها سألت رحت على محامي، لقيت المحامي بده مبلغ كبير، فتوجهت للمؤسسة هذه وصفوني إياها وتوجهت لها في مناطق فرعية هنا في المعسكرات الوسطى طبعا، فتوجهت لها وهم وجهوني للفرع الرئيسي في غزة، وأنا قابلت المسؤولة عن المواضيع هذه وحولتني برضو لحل النزاعات، واتصلوا فيهم في الأهل يعني عشان يحلوا المشكلة قبل يعني رفع القضية بشكل ودي يعني، وبرضو أيوة جابوا محامي وبرضو وكلت محامي من طرفهم مجانية برضو، ولحد الآن يعني ما انتهاش الموضوع يعني شغالين فيه، بس يعني إنه بيبقض وقت قبل الأهل يعني ما يصير معهم خبر. وعلى إن شاء الله إن شاء الله تنحل الأمور عن قريب. سيدة أمل، حابب أسألك شو هي رسالتك اللي بتوصليها للسيدات الأخريات اللي ما استفادوا لحد اللحظة من هذا المشروع؟ والله هم يصبروا بس يعني الموضوع فيه فائدة، بس لو بأخذ وقت يعني طويل وما يهم، ويتابع اللي بتقدر تتابع والمكان قريب من المؤسسة هذه تتابع على طول. بنصح كل النساء يتوجهن لهذا المؤسسة ويقدمن قضاياهن، لأن هذا الموضوع شامل كل النساء اللي في في العالم تقريبا، الوطن العربي، بديش أقول بس إحنا في قطاع غزة. إذن كنت معنا السيدة أمل محمد إحدى المستفيدات من مشروع مؤسسة دان تشيرش إيد، شكرا جزيلا إليك. نعم. ومن جديد مستمعينا الكرام بنتوجه لفقرة الأسئلة وهي آخر فقرة الآن معنا في برنامج أوروبا في فلسطين برعاية الاتحاد الأوروبي. معنا اتصال، مساء الخير. أهلا مساء الورد. يا هلا مساء الورد، مين معنا؟ سهى. سهى، يا سهى بدي أسألك، لندن هي أكبر عاصمة أوروبية ولا ثاني أكبر ولا ثالث أكبر عاصمة أوروبية؟ أكبر عاصمة أوروبية. أكبر عاصمة أوروبية، وخليكي معنا يا سهى. كمان اتصال، مساء الخير. يا هلا، مين معنا؟ معك أيمن. أيمن، بدي أسألك يا أيمن، كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي حتى اليوم؟ في معك 489 732 750 ولا 785؟ 785. 785، وخليك معنا يا أيمن لآخر الحلقة. معنا كمان اتصال، مساء الخير. الخير. يا هلا، مساء الخيرات، مين معنا؟ سعد. فهد. سعد. يا هلا بسعد. سعد، برنامجنا برعاية مين يا سعد؟ الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي، ومن هو النجم السينمائي الأمريكي الذي ولد في النمسا؟ سيلفستر ستالوني ولا براد بيت ولا أرنولد شوارزنيجر؟ الثالث. طيب يا سعد، خليك معنا لآخر الحلقة. كمان اتصال، مساء الخير. مساء الخير. يا هلا، مين معنا؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. معك غدير زبرين. عفوا؟ غدير. غدير من الخليل صحيح؟ صحيح. يسعد مساء الخليل وكل أهلنا في الخليل. وغدير بدي أسألك، كم عدد اللجان الفرعية في اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي تقرر إعدادها في عام 2011؟ في معك 6 لجان، في 8 و10 و11. 8 لجان. طيب خليكي معنا يا غدير لآخر الحلقة. كمان اتصال، مساء الخير. ألو. مساء الخير. مساء الورد، مين معنا؟ غادة نجم. مين؟ غادة نجم. غادة، غدا عمرك يا غادة؟ 10. إن شاء الله يا رب طولة العمر. وغادة بدي أسألك، لندن العاصمة البريطانية هي أكبر عاصمة أوروبية ولا تاني أكبر عاصمة أوروبية ولا تالت أكبر عاصمة أوروبية؟ الأولى. خليكي معنا يا غادة لنهاية الحلقة. أوروبا وفلسطين، علاقة بدأت من واقع وجوار،
وامتدت لشراكة أمل وعمل وإعمار نحو هدف واحد، نعمل معا في مجالات مختلفة: الصحة، التعليم، المياه، الاقتصاد. الاتحاد الأوروبي وفلسطين، شراكة وجوار. عزابي وعايش عزابي، طير فرحان بشبابي، لا عندي ليش ولا وين، ولا ايد تفتش بجيابي. عزابي انا عزابي وعايش عزابي، طير فرحان بشبابي، لا عندي ليش ولا وين، ولا ايد تفتش بجيابي. عزابي انا عزابي وعايش مبسوط، المجوز عايش بشروط، ويلو تاخر شي مره عبيته يمكن ما بيفوت. عزابي والله العزابي عايش مبسوط. ورب حنين معنا اللي هو بهاب عواد، ورب حنين معنا اليوم في حلقتنا هم أيمن مرار، غدي الهندي، سارة خيري، فهد عودة. حظ من السايمة اللي ما عنده حامة، والكحل يا قلبي أحلى من العمى. حظ من السايمة اللي ما عنده حامة، والكحل يا قلبي ولا وانا. وعزابي عايش عزابي، طير فرحان بشبابي، عندي ليش ولا وين، ولا ايد تفتش بجيابي. عزابي انا عزابي وعايش مبسوط، المجوز عايش بشروط، ويلو تأخر شي مرة عبيته يمكن ما بيفوت. والله حتودينا في داهية بقى. إذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج أوروبا في فلسطين، شراكة وجوار، برعاية الاتحاد الأوروبي. كنا معكم على أثير إذاعات بيت لحم 2000، وأزيس من بيت لحم، ألوان والمنار من غزة، الرابع وسراج من الخليل، ومزاج ورايا وشباب اف ام من رام الله، مدى من اريحه، الغد من بدية، طريق المحبه وحياه من نابلس، جفره من طول كرم، ناس وزين من جنين. اشكر حسن متابعتكم، كنت معكم سلام سلامه وزميلي في الهندسه الاذاعيه بهاء ابو عواد. الى اللقاء الاسبوع القادم. مع الاتحاد الاوروبي رح نبدا المشوار. لاقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل ثلاثة وخميس الساعة 6 المساء. مع السلام سلامة. أوروبا في فلسطين. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي في البلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا وشاركونا في برنامج أوروبا في فلسطين.